تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الأسباب كثيرة بخصوص يعني باعتقادي هذه المسألة مسألة يعني استهداف السفارة واستهداف القواعد المتواجدة بها قوات التحالف هي استهداف يعني منذ زمن، لكن اليوم بتجديد هذه الهجمات نحن نرفض رفضا قاطعا. والسيد الحكيم له تغريدة بمسألة يعني استهداف السفارات واستهداف المدنيين. اليوم السفارة فيها يعني أجهزة للسيرام وهذه اللي يصد الهجمات، بالتالي هذه الصواريخ يعني سقطت على المدنيين، بالتالي نحن هذه المسألة لا نقبلها يعني بهذه الهجمات. وهذه المسألة يعني هناك يعني استهداف واضح للسفارة، ونحن ليس بهذه سفارات دبلوماسية وليست بقوات يعني قتالية لاستهدافها، بالتالي هذه السفارة تمثل واستهدافها يعني زعزعة في مسألة سيادة البلد وما شابه ذلك، بالتالي استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية يعني هذا مرفوض من قبل تيار الحكمة. وسيد الحكيم غرد ب يعني تغريدة له باستنكار هذا العمل. يعني مسألة استهداف السفارات والضغوط بهذا الشكل هو غير صحيح، بالتالي كل يعني المشاركين بهذه الحكومة في الإطار التنسيقي هم استنكروا هذه يعني الهجمات، وبالتالي باعتقادي هذه الهجمات هي هجمات يعني مجهولة الهوية، ويعني هذا الضغط على السفارة أو القوات أو يعني الأمن الوضع الأمني. بالتالي هذه المسألة عزيزتي يعني مسألة مخطط لها باستهداف البعثات الدبلوماسية، وهذا كلها ضغوط على يعني تشكيل الحكومة، وتشكيل الحكومة ليس بهذا الشكل. نحن كتيار حكمة عندما ظهرت النتائج وظهرت يعني بت بموضوع القرارات اللي المضي بالتصديق على النتائج، نحن باركنا للأخوة الفائزين، بالتالي هي مو نهاية المطاف ولا نهاية يعني الحكومة، لنا جولات أخرى على الأخوة الشركاء، يعني حتى إذا كانت يجب أن يعني بينهم السياسيين أن يباركوا للفائزين، أما بأن يشكلوا حكومة ويمضون بهذه المسألة أما يخرجون معارضة. وهذه المسألة مهمة، يجب الوقوف عند هذه المسألة. واستهداف البعثات الدبلوماسية هي يعني زعزعت الوضع الأمني، ويعني كل الصواريخ التي سقطت في يعني نعم عزيزي اليوم القرارات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية هي قرارات يعني باعتقادي ما راح يتوصلون الحل، لأنه منذ 3 أشهر منذ إعلان النتائج ولحد الآن هناك محاولات وزيارات، لكن الباب مغلق ب مسألة الانفراج السياسي، والكل تريد يعني يجب الجلوس على طاولة واحدة من قبل الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للتفاهم لشكل الحكومة المقبلة. يعني مسألة السنة البيت السني أنهى مسألة يعني رئيس البرلمان وقرروا أن يكون محمد الحلبوسي هو رئيسا للبرلمان، وأيضا حتى الكرد البيت الكردي باعتقادي هناك تفاهمات فيما بينهم، وبقي البيت الشيعي هناك يعني خلافات عميقة بمسألة اختيار الكابينة الوزارية، منهم من يريد الإطار التنسيقي يريد أغلبية موسعة تحتوي كل الأطراف، والكتلة الصدرية تريد يعني المضي بمسألة الأغلبية. الأغلبية عزيزتي يجب أن تكون هناك يعني كتلة تمتلك النصف زائد واحد،
من يمتلك النصف زائد واحد هو قادر على تشكيل الحكومة، ولا توجد هناك كتلة لحد الآن تمتلك النصف زائد واحد اللي هي 165 مقعد. بالتالي يجب أن تتحالف، والتحالف يعني لا السنة ولا الكرد باعتقادي هم يريدون شق يعني شق يعني الصف في البيت الشيعي. يجب لحد الآن لا توجد نتائج عزيزتي بمسألة يعني اختيار رئيس البرلمان رئيس الوزراء أو الكابينة الوزارية أو التحالف وتشكيل الكتلة الأكبر. بالتالي لا يوجد هناك تفاهمات، الكل يعني من مثل ما ذكرت قبل قليل أنه يعني الكتلة الصدرية تريد أغلبية وطنية والإطار التنسيقي يريد توافقية. نحن طرحنا في الحكمة أن تكون حكومة أغلبية، لا توجد مثل هكذا يعني مسائل. نحن ندفع أن تكون يكون الحل من الداخل، وتكون الحلول وطنية وليس بتدخلات خارجية. نحن ندفع أن تكون حكومة منسجمة ويتفاهم السياسي في المكون الشيعي يعني الأخ الأكبر لإنتاج حكومة وطنية أغلبية موسعة تحتوي كل الأطراف السياسية. يعني اليوم مثلا زيد بن الناس لديه مقاعد، هل من المعقول إبعاده ويعني عدم الاشتراك بمسألة الحكومة المقبلة؟ هذا لا يجوز بمسألة انتخابات ولديه جمهور، وأقصد على السيد المالكي. يعني اليوم الأخوة في الكتلة الصدرية لديهم شرط بإبعاد السيد المالكي من الإطار التنسيقي والمضي بتشكيل حكومة. قوة الإطار التنسيقي تكمن بانسجامه. اليوم السيد المالكي لديه ما يقارب يعني 34 مقعد، نصف تقريبا مقاعد الإطار التنسيقي، فلا يمكن على الإطار التنسيقي إبعاد السيد المالكي. بالتالي يجب أن ينسجموا، يجب أن يكونوا يدا واحدة في الأخ الأكبر المكون الشيعي للمضي بتشكيل الحكومة. اليوم نحن نعيش يعني تقريبا فراغ دستوري، حكومة تصريف أعمال، نحتاج إلى موازنة، التصويت على الموازنة، كل هذا لحد الآن لم يوجد، والمواطن يحتاج المزيد من يعني الخدمات وما شابه ذلك. نحن نريد أن تكون حكومة، هذه الحكومة المقبلة تكون حكومة خدمية تخدم الشارع العراقي.